عسامتكم، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا. شكرا لكم ديما الاختيار يا فام، مرحبا بكم وشكرا على الثقه الدائمه اللي انتم تعطيوها لنا في البرنامج هذايا باش تقسموا معنا اخباركم وتقدموا لنا شهاداتكم يوميا من ماضي ساعه ونص لماضي ساعتين. تكونوا مراسلين مواطنين اكثر تاثيرا واكثر حضورا في الاعلام. مرحبا في حلقه اليوم نهار الخميس 25 نوفمبر 2021 من مع الناس. انتم تسمعوا في مع الناس مع زينب المالكي. البداية مع قضية هزت الرأي العام في 24 ساعة اللي تعدت ولا حديث غير عليها على مواقع التواصل الاجتماعي. ضحيتها بنية اسمها كريمة الرايس، فتاة في مقتبل العمر تتوفى وهي تحضر الحفل زواجها في عملية شفط دهون. الحكاية كيفاش تصير وكيفاش قلب كريمة يقف 3 مرات حسب الشهادات اللي عنا، وشنو مسؤولية المصحة هذه مع أحد الأقرباء متاعها. بعد شوية هنا في مع الناس نحكيوا على زوج حوادث خطيرة صاروا في 24 ساعة اللي تعديت. البداية زادة من القروان، حادث مرور نهار الخميس، وزادة حوادث أخرى نحكيوا فيها في سوق الجملة. شنو صاير في الطرق متاع مدينة القيروان تعرفوه زادة في حلقة اليوم من مع الناس. نمشيو في الختام لسيدي بوزيد، نحكيو على واقعة غريبة صارت في أحد المدارس في أولاد حفوز، تعرفوا تفاصيلها من بعد شوية. مع الناس في نشرة أخبار المواطنين، أنت الصحافي، اطلبونا على 58 550 707. كيف ما قلت البداية في قضية هزت الرأي العام البارح في 24 ساعة اللي تعديت، ضحيتها فتاة اسمها كريمة الرايس في مقتبل العمر تحضر في الزفاف متاحة. كريمة تدخل المصحة لإجراء عملية شفط دهون، تخرج جثة هامدة. المعطيات الأولية تقول أن قلب الفقيدة توقف 3 مرات وهي في العملية هذه. العملية دامت 7 ساعات في واحدة من مصحات العاصمة. أكثر تفاصيل على ملابسات وفاة الشابة كريمة مع صديقها نزار التازني. نزار مرحبا بك. أهلا، مرحبا أختي. أول حاجة البركة فيكم الكل وربي يصحكم الكل على فقدان كريم. بارك الله فيك وشكرا جزيلا، وشكرا لكل من تعاطف معها الفاجعة هذه. وكريمة الناس الكل تعرفها، اللي هي ناس مليح، اللي هي محبوبة برشا، اللي هي الناس الكل أصحابها وتعاون الناس الكل. كانت تخدم برشا أسوسياتيف وتخدم برشا معانا في الدومين الخيري في تونس. خدمت معانا الحملة متاع القروان تستغيث بحكم انتمائها لمدينة القروان ومولودة قديكة. خدمت معنا زادة كيف كيف حملات التلقيح متاع الكوفيد، وكيف كيف عملت برشا إعانات في الكونسنتراتور وقت اللي برشا عباد معناتها الحقيقة ناس طيبة برشا وناس كانت تجندت في برشا مواقف، وهذا اللي الناس الكل قاعدة تقول فيها على مواقع التواصل الاجتماعي. برشا 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 ذاك علاش هي الموجة العارمة ذي على مواصل على مواقع التواصل الاجتماعي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاطف كبير معها هي. شنو صار معها نزار؟ معناتها نعرف الناس الكل وقت اللي العبد يدخل يعمل عملية مهما كان نوعها ديما فما غيسك، الغيسك متاع البنج التوتال، الغيسك اللي انت تدخل للبيت العملية، الغيسك زيرو نيكزيستو با كيف ما يقولوا، مش موجود زيرو نيكزيستو با افكتيفمون. اليوم نحن عملنا مجموعة صغيرة نطالبوا بها بإظهار الحق لا أكثر ولا أقل. نحن نقدروا اليوم السلطات الموجودة في تونس، فما سلطة قضائية، ثم زاد كيف كيف وزارة الصحة إن شاء الله تتكلم الموضوع، عمادة الأطباء زاد كيف كيف. نحن ماناش مع التشفي من الإطار الطبي بتاعنا اللي عمل برشا والكثير في تونس في مواجهة الجائحة هذوما اللي جاتنا المدة الأخرى. بالعكس نحن قدروهم ونحبوهم، ولكن ثم سابقات صارت مع الدكتورة غاية، ماذا بينا الحق يظهر. وقبيلك كنا في مركز حي الخضرة. معناتها تقول انتوما كريمة مش أول شخص يتوفى في عملية من نوع هذا مع نفس الطبيبة بالضبط. هذا هو نحن نحبوا نكشفوا، نحن ماناش نتجنوا عليها، بل بالعكس نحن نحبوا نعرفوا الحقيقة، نحبوا نعرفوا شنو اللي صار بالضبط. على خاطر ثم دي سوبسون كبار صاروا، اللي هي عملت الفيزاناليز نتاعها وعملت كل شيء قبل ما تدخل. دخلت 10:30، الطبيبة قالت لها العملية تدوم 3 سوايع، المبنج قال 7 سوايع، ثم تضارب شوية في الأقوال ما بيناتهم. البارح وقت اللي موجودين غاديك حتى حد ما فهمنا زاد كيف كيف، ما عرفناش علاش. اللي قاله لنا هو لو ديريكتور تكنيك اللي هو بيان سور ميدسان في المساحة الخاصة هي الموجودة في زون اوربان نور في تونس ومعروفة. اللي قال لنا هو انه القلب نتاعها سكت 3 مرات، عم تخوز غي كارديك،
نحن مناش طبة باش نحكموا على خدمة الطبة. نحبوا بعد إن شاء الله توا ما زلت كاملة التشريح في شاتل كول. نحبوا نعرفوا أسباب الوفاة بالضبط باش كل إنسان يتحمل مسؤوليته. ونحن بعد يظهر لي في 2021 ما لازمش الناس تفلت من العقاب، والامبونيتي هي اللي هلكت برشا تونس وهلكت برشا البلاد. أكيد ربي إن شاء الله يظهر حقها كريمة وحق الناس الكل، هذه حاجة مهمة جدا. اليوم المساحة قابلة أنه يتم التحقيق، على خاطر كما أنت قلت فموتو بسيطة وباش تظهر النتائج متاحة، وهي اللي باش تحدد المراحل القادمة كيفاش باش تكون. لكن فما تعاون من قبل المصحة أنها تفتح تحقيق داخلي؟ والله من البارح ما فماش تعاون كبير، بتبيع عطاونا الأوراق على خاطر حق ذاته باش يتم عملية الدفن إن شاء الله غدوة في القروان بعد صلاة الظهر. يعني إن شاء الله اليوم العشية مازلنا توا كي كنا في ولاية تونس، خذينا الأوراق متاع نقل الجثة بين الولايات، إن شاء الله غدوة باش تمشي كده. إن شاء الله غدوة باش تكون في مفواها الأخير عروسة، شهر مازال على عرسة، هذاك اللي حب ربي. وساعة كي تحضر وما يقدمها حد وما يوخر حد، ولكن بربي بالمناسبة وبربي بربي بربي المفتيين هذوما متاع الدين اللي قاعدين يخرجوا في وسائل التواصل الاجتماعي باش يقولوا اللي عمليات التجميل هذه محرمة وغير محرمة، واحد واللي خطر نحن نورمال مو مسلمين وشعب مسلم، مازلنا كي خرجنا من جائحة الكورونا برش عباد ماتت في عائلاتنا، برش عباد فقدناهم، مازلنا موجوعين، بلادنا مازلت تخلى بعضها سياسيا واقتصاديا. ماذا بينا الناس الكل تصلي على النبي، وماذا بينا الناس الكل ترحم عليها؟ مش معناتها والله شفت برشا حاجات، معناتها صدقني وصلنا للتشفي، وعباد تضحك في الفيسبوك وعباد تقول كيفاش هذه عملية التجميل موجودة في الدول الكل، موجودة في العالم الكل، ثم أخصائيين كما جات شذية، معناتها العمليات موجودة في العالم الكل، نحن معروفين معناتها. ما تقريتوا دي كومنتير انتم أقربها وعائلتها للناس في الموت تتشفى؟ والله صدقني اللي ما فهمتش أنا كيفاش معناتها إنسانة في مقتبل العمر خدمت برشا في الميدان التطوعي عندها سنين ومنين دارت معانا تونس الكل في جائحة كورونا باش وصلنا الأكسجين للعباد، صاحبة الناس الكل، العباد اللي تعرفوهم الكل المعروفين في تونس معناتها تعاملت معاهم وجابت وباعت ذهبها باش شريت لكونسنتراتور. أنا نتفكر حادثة، وكان حتى كان جماعة المنجي سليم يتفكروا وقت اللي أنا في القروان وقاعدين نهبطوا في الماتريال في القروان، هي ما ثلاثة متاع صباح تهز في الماء الماكينات الأكسجين، وقت اللي الأطباء متاع مستشفى المنجي سليم عملوا صيحة فزع، مشيت خرجت هي مرأة وحدها وبنية ومشيت وهزت الماء وعاونت وعملت اللي تراه، هي الناس كل تعرف أنا مش نحكي عليها، الناس كل تعرف اللي هي طيبة برشا واللي هي ناس مليح برشا، بنية مليك على وجه الأرض. والله صراحة التعليق الزايدة معناتها أذكر موتاكم بالخير كما قلت أنت أختي الباية، إن شاء الله ربي يهدي الجميع. أمين. والله يرحمها وينعمها، وربي إن شاء الله يظهر الحق متاعها ومتاع حتى فما خاطر دوسيات أخرين عند العمادة. نحن ما نشكوش في عمادة الأطباء، ما نشكوش في وزارة العدل، ما نشكوش في قضاتنا الشرفاء، إن شاء الله تاخو حقها عمره لكان فلوس عمره لكان حتى شيء، لا ولكن الأمور تضاح. لماذا؟ علاش صارت؟ علاش كان ثلاثة سوايع ولا سبعة سوايع؟ اسكو في ثلاثة سوايع هذوكم وقت اللي وقف قلبها ثلاثة مرات اسكو يافي با ان بلان سكور اللي كانوا ينجموا يعملوه؟ هذا الكل باش يظهروا تحقيق، طبعا هذا اللي باش يظهروا تحقيق بعد الأوتوبسي بالطبيعة نزار. هذا هو ولا أكثر ولا أقل، ولكن راهو حتى عائلة المرحومة، شوف المرحومة راهي تحب الناس الكل والناس الكل تعرف، ونتصور اللي هي حتى كان جات توا راي كان فاقت راي سامحة الطبيبة وخطر قلبها طيب وناس ملاح، ولكن بربي هالكلام الزايد هذا كله واضح مش حلو حتى طرف حتى طرف. مرة أخرى دولة إسلامية، مرة أخرى ربي يرحم كريمة الرئيس، ربي يرحمها وينعمها ويظهر حقها. هذيك علاش أنت تكلمت بحثنا اليوم. نحب نقول لك نزار، احنا باش نقعدوا في متابعة الملف كما أنت قلت، فما عملية تشريح، العملية هذه باش تظهر أسباب الوفاة وهو اللي باش يقوم عليهم التحقيق. مرة أخرى نشكرك نزار على الشهادة متاعك، صحيح اللي برشا ناس
هبطوا التصويره نتاع كريمه، حكوا عليها، حكوا كيفاش عرفوها، حكوا على عملها التطوعي، كيفاش عاونت في فتره صعيبه برشا تعدت بها البلاد. اليوم هي كما نقولوا في دار الحق واحنا في دار الباطل، وبرشا ناس استنكرت زاده التعليقات الخايبه اللي تقالت على الخيارات نتاعها وهي حيه انها حبت تعمل عمليه تجميل ولا غيره، ما يخليش وما يعطي الحق لحتى حد باش ينجم يحكم عليها والا يتشفف الموت نتاعها والا حتى يقول هي مشيت ولا غيره ولا غيره ولا غيره. ذاك كله كلام عنده حتى منطق. الحاجه الوحيده اللي نجمو نقولوها ربي يرحمها وينعمها وربي يظهر حقها، هذايا اللي نجمو نتمناوه زاده لعائلتها والاصدقاء. نشكرك برشا نزار على الشهاده نتاعك، شكرا ليك اللي كنت موجود معانا. واحنا من الحكايه هذه باش نمشيو نحكيو على زوز حوادث خطيره صاروا في ال 24 ساعه اللي تعديت، ونبداو من القيروان. حادث مرور يجد فجر اليوم الخميس على مستوى مفترق سوق الجملة في القيروان يسفر عن وفاة 4 أشخاص ربي يرحمهم وينعمهم، تتراوح أعمارهم بين 23 و 25 عام. إصابة شخص آخر ربي يشفيه ويعافيه، مروحين من حفل زفاف. يتمثل الحادث في اصطدام عنيف جدا بين سيارة خفيفة وشاحنة ثقيلة، إلى درجة أن الموتور تاع الكهرباء حسب شهادات العيان يخرج من السيارة كليا، هذا مع الإشارة إلى وجود أشغال بمفترق سوق الجملة في مدخل مدينة القيروان اللي يحول اتجاه السير كومبليتمون على خاطر فما لي ترافو هذوم على الطريقة الحزامية. أسباب وتفاصيل الحادث مع المواطن الصحفي حافظ طرابلسي. حافظ مرحبا بك. مرحبا بك أختي عسلامة، ومرحبا بكل عاملين في ذات يفهم. شكرا لك حافظ، بارك الله فيك اللي أنت موجود معنا، وشكرا على الصور. فما تصاور تنجموا تدخلوا تشوفوهم على الباش فيسبوك راديو يفهم اللي يوريو فضاعة الحادث الحقيقة للسيارات كيفاش. ربي يرحمهم وينعمهم الأربعة من الناس اللي توفوا، وربي يشفي الشخص اللي هو مصاب. شنو الأسباب الأولية للحادث يا حافظ؟ على خاطر برشا ناس قالوا الأشغال مش مشار إليها بالقدي، ما هم مش واضحين بالقدي، فماش أسباب أولى خرجت ديجا عن الحادث هذا؟ والله مبدئين والحادث صار صباح بكري مع الأربعة من الصباح، لكن حسب الأسباب الأولية اللي مشار ليها، لأنه ما كانش فما برشا ناس موجودين وقت هذا، حتى أنا دول معناها ما حسب ما استقيت الاخبار من الاصحاب من بعد انه فما ترافو، فما في الطريقه ذاك معناها دو فوا في الكياس، فما فوا يعني يخدموا فيه، يولي الفوا الاخر يهز وجهي، فهمت؟ فما ناس كي تجي من خارج خروين كيما هذوما ما في بالوش اللي الكياس هذاك في الرمفوا هذاك اوكي، اذا فما اشغال نبداو على فما انا ما نفهمش بالضبط في الكود دولاغو، تما الحاجه اللي نعرفوها الناس الكل بطريقه اساسيه انه يشار الى الاشغال على بعد امتار معينه، هذاك موجود ولا مش موجود؟ مش نورمالمون هو موجود في حافظ. فما ناس تشكت، فما ناس قبل تشكت انه فما الاناره كانت مفقوده والاشارات الضوئيه في الليل ولا الاشارات ولا ضوء تكون موجوده. اما يعني نتصور كان جيت فما الاشارات هذيك وكل شيء معناها مرة ما يصيرش هذايا وياخذ باله وينقص في السرعه. معناتها انا حسب تو راني نعتمد على التصاور اللي موجوده عنا عن مكان الحادث، ما فماش اشاره لاشغال او تبديل طريق. معناتها كي نحطوا التصاور الكلهم هكا على بعضهم ونشوفوا اللي ما فماش اشاره لاشغال. ما فماش، معناتها كان فما حاجه اخرى مخالفه لهذا بلديه القيروان ولا ولايه القيروان، يا خويا اعلمونا قولوا لنا راكم غالطين وراو هاو الاشاره اللي فما اشغال وتبديل الطريق، على خاطر اليوم نحكيو على أربعة من الناس توفوا. أربعة من الناس توفوا في الحادث هذا. فما فيديو، فما مواطن من الخيروان نزل فيديو قبل يعني يخدم في سوق الجملة، يعني خال الإشارة هذه مش موجودة، فما فماش إنارة وكل شيء، وصور كان صور لايف الليل اللي ينبه للمفترق هذا، وخال راي ربي يصل تصير فيه كارثة. معناتها قبل الحادث يعني يصور فيديو يقول راه ما فماش إنارة وراه باش تصير كارثة، واليوم أصبح تصير الكارثة. الله غالب، الله غالب، شو نعمل؟ ربي يرحمهم ويكرمهم. هي حديث يعني الحادث اللي صار اليوم يعني كما نقولوا صادم ومرعب، يعني نقولوا احنا باللغه الدارجه نتاعك باش يعني درجة انه الموتور نتاع السياره الكل على بر 500 فايخ، مش السياره هي لوكاسيون نوع سكودا يعني مروحين. ما كفاش بالشاحنه اللي خدامه اللي هي اكونتر سونس، معناتها جايه في الاتجاه المعاكس وهم في بالهمش بتغيير الطريق بالطبيعة. الفوار يهزوز، معناها انت مش تمشي فيه ما في بالكش اللي مش تعرض الكهرباء، في بالك مش تمشي في الفوار، هذاك هو اللي غلطهم، دونك هو كان يمشي بسرعه برشا اللي خلت الاصطدام عنيف يعني، هذاك عليه. يا سي حافظ انا نحب نشكرك على الشهاده نتاعك، شكرا ليك اللي كنت موجود معنا مباشره من ولايه القيروان، شفنا تصاور شويه. ناس كل تؤمن بالقضاء والقدر، هذا ما فيهش حتى كلام، لكن وقت اللي الفعل الإنساني يكون فيه تقصير وقتها نقولوا بنا ذنب، ماتوا هالأربعة من الناس هذوما بذنب شكون؟
شكون اللي ما الى باسين يليها الاشغال هذه، وماذا بينا التوضيح، ماذا بينا زاد تكلمونا توضحونا، هما ربي يرحمهم وينعمهم وربي يشفي المصاب الخامس اللي ان شاء الله يقوم لباس ويرجع لعائلته. لكن بلديه القيروان، ولايه القيروان، ماذا بكم تفسرون شنو اللي صار؟ كما كان يحكي حافظ فيديو تتصور البلح في الليل يقولوا فما اشغال وما فماش لا ضوء لا اشاره للاشغال، وان شاء الله ما تصيرش كارثه، والكارثه تحصل اليوم الصباح. به احنا من مدينه القيروان باش نهزوكم الحادث اخر المره هذه في بنزرت، اما بعد شويه خليكم معنا راجعين. في نشره اخبار المواطنين انت الصحافي، اطلبونا على 58 550 707، 58 550 707 هو نمر التليفون اللي انتم تنجموا تكلمونا في وقت اول باش تحكيونا على الاخبار نتاعكم، وفي وقت ثاني زاده باش تقدموا شهادات نتاعكم، ناخذ من عندكم كل الوثائق المتوفره عندكم باش تكونوا انتم مراسلين مواطنين يوميا وتثبتوا من الاخبار هذه وتكونوا زاده جزء من الاعلام من الاثنين للجمعه من ماضي ساعه ونص حتى الماضي ساعتين. احنا باش نهزوكم توا لمنطقه سيدي احمد في بنزرت، وين تسبت شاحنات الموت كما يسميوها في بنزرت في حادث كبير. الحادث هذا صار على الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين مدينة بنزرت ومدينة منزل بورقيبة، بين شاحنة ثقيلة وسيارة أجرة أسفر عن وفاة شخص ربي يرحمه وينعمه، إصابة 5 أخرين بجروح متفاوتة ربي يشفيهم، من بينهم 4 سيدات. أسباب وتفاصيل الحادث مع المواطن الصحفي عدنان علوش. سي عدنان مرحبا بك. مرحبا، مرحبا بك، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة راديو إفام. شكرا لك يا عدنان. حادث مرعب زادة يصير في الثنية هذية، يسميوهم شاحنات الموت، علاش في بنزرت؟ خاطر تسبوا في برشا حوادث في المدة الأخيرة اللي احنا ما نعرفش كنت حاب نحط الأمور في إطارها. قل بالنسبة للشاحنات الثقيلة اللي تخرج من ميناء التجاري في بنزرت ما كانتش بصفة هذية، ولات كانت أعدادها أقل ولا كانت منظمة خير ولا شنو؟ كانت منظمة خير وعندها باب آخر. عندها باب اخر في عام من العوام في 2017 حبوا وقتها مشروع توسيعة الميناء، مشروع حكومي هذا في مليارات على اساس باش يدخل الفلوس لمدينة بنزرت. احنا مدينة منهم كان الموت والصخ حشاك والتلوث، خاصة مثلا الغبرة ومتاع والاختناق المروري هذا راجع من الميناء التجاري. نقولها على مسؤوليتي معناتها، هذا ما توقفنا وقفات احتجاجية كمجتمع مدني برشا مرات، لكن ما نجم حتى واحد نجم يتصدى لهم، للي ولينا نحكيو على لوبي في الميناء التجاري. معناتها تنجموا حتى انتم تعملوا معناتها تجيو تعملوا تتصوروا اي حاجه، ناس ولات اختناق مروري رهيب وحوادث موت قاتله في وسط البلاد في وسط المدينه من الباب بتاع البرت. اخر مره واحد يسكن في البرت راجل انتريتي جاي قاعد في اوراقه بتاع الدواء، ما راه كاميون كركرته الكل ومات، وزاد كركرته القدام وخارج من البرت اللي هي خدمته هو اللي معناتها السخريه تقدر. من بعد فما ذولي زوز ولا ثلاث عدد حوادث في الثنيه هي بينا بتاع 11 بتاع ثنية منزل بورقيبة، عبد مروح في بالموتور من خدمته في الوقت الذروة مع الخمسة تاع العشية كيف كيف بدا ماتوا. اللي اليوم اللي تغيد اليوم معناتها الوجيس معناتها خارج من داره الصباح بكري متعدي هز معناتها الشيخ يخدم على روحه، قصد ربي يخلط الرومبوان، رومبوان سيدي احمد السكنة اوتوماتيكمون هو مفترق ذو اتجاه دوراني سون جيراتوار، معناتها اوتوماتيكمون الناس كل نطيحوا للدوزيام، الدوزيام اللي هو ما بين 20 و 25 كيلومتر في الساعة، يعني مش يجري الوجيس جملة كي دار كيما بدا يحيط بيه على اليمين بالمفترق هذاك وباش يرجع للصنية العادية، خاطر هو طريق كبير يمشي ويجي مش اكسيدونات، ما راه يلقى كمين قدامه في الظلمة، يعني ما فماش اكليراج بيبليك، يعني مسؤولية شكون؟ ما فماش ضوء جملة، ضوء معناتها الدنيا ظلمة كيفاش؟ يعني يلقى روحه مهرب شوية، اقسم بالله كي ريت الكرهبة والقرآن والرحمن اللي سترها من ناحية اللي على اليمين كله. يعني نشوفها في التصويرة نتاعها توا سي عدنان أنت تتكلم وإحنا نشوفها في التصويرة في الباش فيسبوك. مولاها لقيته يبكي يعمل لي شنو نعمل؟ يعمل لي انا اش دخلني؟ قال لي معناتها الاكسيدون معناتها عبد يمشي يلقى حاجه قدامه هكا كيما الهفوف ولا يلقى حاجه معناتها تخاف قدامه معناتها يلقى كاميون شنو باش يعمل في الاسيونس؟ شنو هي تطلع الحكايه؟ تطلع فما قرابه 20 كاميون هازين كونتينر وقفتهم الحرس الديواني في الظلمه في الوقت هذاك معناتها من 20 اخر وحده اللي يضم فيها بعيده على المفترق يمكن 50 100 متر، لا فما مثلث خطر باش يقول لك يا اخي، لا فما اشاره تقول فما حاجه، حتى شيء ضم ديريكت يلقى روحه ضم ديريكت، فهمت كيفاش؟ يعني هي الغلطه تاع شكون؟ شكون؟ الامن اللي وقفهم الحرس وقفته هو اللي وقف فميك الكاميون شكون باش يتحملها في الاسيونس؟ ولينا هو قال لك لهنا انا ريسكي باش غدوه ما عنديش ما ناكل عندي صغار ما باش نعمل، اتصلنا في بعضنا احنا لهنا في بنزرت على اساس نلمو له ان شاء الله حق الدفعه الاولى تاع
اللي باش يدفعها باش نعاودوا من الاول يزيدوا. واتصلنا بالسلطه الجهويه السيد الوالي والكاتب العام على اساس باش نجموش ناخذوا له قرار امتياز جبائي. هو هو هو, هو, هو يعطيكم الصحه سي عدنان، والمادي ديما يتعوض ونلقاو له حل. فما حسب ما سمعت فما شخص توفى واللي مشى ما يرجعش. هذا هو اللي يخلي نقولوا الحاجات هذوما الاساسيه كيما الضوء، كيما كنا نحكيو توا على الحادث نتاع قروين ولا الحادث نتاع بنزرت، الضوء والاشاره وراه فما اشغال وراه فما كهرباء كبيره واقفه ولا معطله ولا غيره، ما همش دي زوبسيون معناتها، مش حاجه نعملوها ولا ما نعملوهاش، احنا والجو احنا والوقت واحنا راه هذه حاجات اساسيه تنجم تمنع حياه عباد والا تهز حياه عباد. هذه العباد اللي لازمها تفهموا، والحاجه اللي الحقيقه تغيظ انه حاجه تتكرر في نفس المكان ولا في نفس البقعه والناس تتكلم عليها كما يعمل المجتمع المدني وما يصير فيها حتى تغيير. دونك هذه الشهاده نتاعك سي عدنان بارك الله فيك اللي كنت معانا مباشره من بنزرت، والحقيقه ارقام توجع ومؤلمه جدا على الناس هذه اللي تمشي مره اخرى. اي اضرار ماديه مهما كان نوعها كلها تعوض بمجهود الناس ولا غيره، لكن الناس ما تتعوضش. هذايا اللي العباد لازم تخليه زاده في مخاخهم. باهي احنا من بنزرت باش نهزوكم لحكايه اخرى، والحقيقه لحكايه غريبه وعجيبه تحكي على واحده من المدارس في منطقه ولاد حفوز، والحكايه هذه تتمثل انه معلمه تكتب بالكور درس بستيلو مش على ورقه ومش على سبوره ومش على طاوله لكن على يد وبدن تلميذ. شنو هي الحكايه؟ تسمعوها توتسويت. مع الناس كيف ما قلت الحكاية الحقيقة غريبة على الاخر، نحب نفهموا أكثر تفاصيل، نحب نلموا بها بطريقة أشمل. الحكاية تقول أنه في واحدة من مدارس أولاد حفوز معلمة تكتب الدرس بستيلو على ذراع وجسم تلميذ، ما نعرفش شنو نسميه، طريقة للعقاب، بيداغوجيا جديدة تم العمل بها، لكنه حسب العائلة يتسبب في ألم للطفل، إهانة كبيرة لي خليتهم يستنكروا هالتصرف الشاذ ويرفعوا قضية بالمعلمة هذية وإدارة المدرسة. نحبوا نفهموا التفاصيل، تراو في الوليدة يدو على الأقل خاطر نحافظوا على هويته، طبعا على خاطر قاصر وما نجموش لنوري وجهه ونحفظوا له الكرامة متاعه والهوية متاعه، كيفاش بستيلو مكتوب على يدو؟ احنا مش ناخذوا تفاصيل مع خالة التلميذ مدام إيمان. مدام إيمان مرحبا بك. مرحبا اختي عسلامه. مرحبا، شكرا لك يا مدام ايمان اللي انت موجوده معنا هنا في مع الناس باش تحكي لنا الحقيقه غريبه. معناتها انا قعدت نقول بالك شي اصحابه بالك شي هو معلمه تكتب في الدرس على يد تلميذ، شنو معناتها؟ كيفاش صارت الحكايه؟ الحكايه صارت نهار الثلاث، تلزمنا احنا كعائلته تلزمنا في قديش المشهد. قديش عمره ساعه الوليد؟ خلينا ما غير ما نعطيه حتى معطيات، راهو لا على المكتب للمعلمه خاطر حتى كانوا توما رافعين قضيه ذاك قدام التحقيق، واحنا لهنا زاد نحافظوا له على هويته هو اللي هي حاجه مهمه ياسر يا مدام ايمان، وظهر لي فهمتني. دونك اعطينا جوست عمره. الوليد عمره يا مدام يا مدام انا تو سامحني ما قلت والله ما نقولوش اسمه باش ما عمره برك عمره برك عمره برك ايه عمره 8 سنين ولا 8 سنين ابتدائي اي ثانيه ابتدائي يقرا فهمتني عند المعلمه هذيا يقرا عندها اجور يقرا عربيه نهار من نهارات هذا نهار الثلاث نهار 23 نوفمبر يقرا عندها شدت عرت له بدنه بدت تكتب له على يده. شنو هو السبب؟ شنو هو قال لكم الوليد؟ علاش صارت العمليه هذه؟ شنو صار بيناتهم؟ ما صار حتى شيء، مشى يقرا بدون سبب عاد. بدون استنيني عاد هي خلينا نقول لك التفاصيل اللي صارت فيها الحادثه. ايوه يعطيك الصحه. ايوه هي بدات تكتب له على يده، الوليد تفاجئ وخاف منها، بدا يهبط في مريوله انيسي عايشك لاي عايشك لاي بعد في يده تضرب فيه على كتفه تقول له اسكت سكر فمك للكمل، هي تكتب في عقلها وستيلو يدق فيه في لحمه معناها كريمه لحمه وانت تعرف وليد عمره 8 سنين شنو هو لحمه شنو هو حس اللحظه ذيك. اصحابه يضحكوا عليه ويخزروا له وهو مسكين بغص ويبكي ويسمعه لا حست بيه لا رافت لا عملت حتى رياكسيون، كملت كتبت في عقلها في بيه من الداخل من المعصم حاطين للمرفق من داخل ومن برا زيد معناها جريده كامله درس غير درجيني بريسك معناتها في يده وفي بدنه تزله في المريول نتاعه وتكتب له على بدنه وهو يبعد في يدها ويحاول يهبط مريوله وهي تجبر فيه انها تكمل الفعل نتاعها.
اي في عقلها. كملت هذا الكل، كملت عملت له كروه في خده، قطعه مقطوع زاد بنفس السيلو، السيلو الاحمر تجمر فيه، معناها تجمر فيه، اي تجمر فيه كاين حشيك زايله في رحمه ولا حاجه، تجمر فيه بكرواكي كيكه، معناها هذه يعقل يصير على وليد عمره 8 سنين، نفسيته تدمرت، اصحابه يضحكوا عليه، مصدومين احنا قرينا الكل، لكن في ما دام تعرضت للحقيقه. مدام ايمان الولايد روح للدار احكي لكم شنو صار معاه، شو عملتوا من بعد؟ ديريكت بالوقت امه هزت التليفون باش تستفسر منها الوضعيه، علاش قلت لها المعلم هي هزت التليفون تصيح وتعيط، اسمعني اسمعني اسمعني، يقولها قالت لها علاش ولدي عملت له هكا التفسير، قالت لها شنو اش بيك تحكي معايا، اسمعني اسمعني ما تحكيش معايا، وكان ما عجبكش برا اشكي، ولا صور وهبط على الفيسبوك وترك تعلق عليه بالوقت، ما خلتش حتى اختي من بات تستفسر منها يعني حجرت لها حضرتنا الجملة وما قدمتش حتى اعتذار، وإلا قلت راني على حسن نية ولا ما نقصدش. حسن نية شنو اللي يخلي أنت ما ثم حتى مبرر يا صديقتي إيمان أنه صغير يصير فيها هكا، تنجم تعاقب تلميذ، تنجم تستدعى له الأولياء نتاعو كان هو عمل حاجة، عمره 8 سنين راه تكتب له ورقة، تكتب له أمبراتيب ورقة تحطها له في مكتوبه، تطلب المدير تقول له نطلب استدعاء ولي، يوميا أختي تهز في ولدها صباح ونصف النهار، وفي الركري العشرة زادة تمشي له تهز له اللمجة نتاعو، في نصف رياكسيون تاع المدرسة مدام إيمان، خلينا نقدم وي المدرسة شو عملوا؟ المدرسة طلبنا المدير بالوقت أيه؟ هي قصت علينا المكالمة وعلقت المدير، وفي بالك بالوضعية صار، قال لا ما في باليش يا خويا، راهي الصورة توقع توقع، ولدنا روحنا بالصورة هذه، هل يعقل هذا يرضيك؟ قال لا توا نجي فورا، هو يسكن بعيد شوية على المنطقة دونك تنقل وجاء تنقل وجاع على عينك، معناته الضم شوكي، الراجل قال حتى المدير شوكي مصدوم الرياكسيون تاع المعلم، قال لك اخويا كارير انا ما صارش عليا الشيء هذا، يرحم والديه تفاعل معانا وتصدم وباراليل، قال عليه ولا تعملوا هكا، قال راني مالغري منبه عليه من العنف مع الصغيرات، لا راه العنف ما يولد حتى نتيجه، تصدم قال اتون تصرف ومشى على روحه. وكيفاش تصرف؟ ما نعرفوش احنا التفاصيل وقتها، قلت لك احنا مش اختي وقتها كملت مع المدير، حكيت معاه ووريته الوليد وشافه على عيني، واختي تنقلت باش تشكي وقتها، فهمت؟ مش المدير على روحه وتصرف معاها، ما نعرفوش هذيك الشيء. شوف يا مدام ايمان احنا باش نعرفوا على خاطر باش نقعدوا نتبعوا في الحكايه هذيا معاك انت ومع العائله نتاع الصغير هذيا، ونشوفوا في ولاد حفوز شنو هو القرارات اللي اتخذت بالضبط مع المعلمه هذيا، والتحقيق وين يوصل، وباش نعاودوا نتصلوا بيك مره اخرى كان مش اخر الاسبوع هذا في اول الاسبوع القادم. نشكرك مدام ايمان، والحقيقه نخلي تعليق لكم انتوما على الباج فيسبوك راديو اي اف ام. انا نحب نشكر كل عاده اسامه صافي في الاعداد، شكرا ليك امين يوسف في الاخراج والمرافقه، شكرا ليك ايهاب في الاخراج الرقمي. يقولوا لي حاجه ما نجمش نقول السيغنو، انا ما يسالش نقول اوبا، الناس الكل يقولوا اوبا، هو اللقب نتاعو اللقب الحقيقي، تحيه لعائله اوبا الكل، خاطر انا من بعد يقولوا لي كيفاش عائله اوبا، تحيه ليكم وتحيه للزميل اللي يخدم طبعا في فريق الاخراج الرقمي. خليكم مع بقيه برامج اي اف ام، كنت معاكم زينب مالكي في لمان مع الناس في نشره اخبار